عسلامة ومرحبا بكم في اللي سي موتو متاع اليوم. اليوم شقدموا لكم لكاوازاكي زد 1000 ار 2018. الموتور هذي ماهيش كيما الموديل 2014، بدلوا في الديزاين متاعها وبدلوا في السسبنسيون وخدموا برشا على الفريناج. كيما تشوفوا عملوا لي زيتريي دو فران برمبو، خلاو نفس لوبتيك القديم بي اكزينو. لي كولوري متاع الموتور بدلوا ولاو فيهم موديل جديد، وميم السسبنسيون تينانيه un mono amortisseur Ohlins. شوفوا في الموتور هذية عملوا دي زوبسيون نجم تاخدهم اللي هما ان échappement exil, des protections top block et des protections carter. ميم ان سابو ان كربون نجمو نركبوه فيها وتولي الموتور مزيانة على الاخر. نجمو نقولوا لي كاوازاكي خلت نفس الديزاين في الريزرفوار بتاعها، بدلت زادة في الكونتور اللي ولا فيه ان انديكاتور دو فيتيز انكاجي، وخليه حتى الكونسوماسيون موين نجم تخرج لك في الكونتور. نشوفوا لي ديسك دو فران ولاو قدامين 310 ملم وتيلانين ولاو 250 ملم. كاوازاكي خدمت برشا على الفريناج نتاعها، فيو كان عندها ديفو قديم في الموديل القديم، دونك توا حسنوا في الفريناج ولا بي اس ولا يخدم خير من قبل. هكا ما نجم نقول لكم، كان تفرجوا معنا في الليسي نتاع اليوم وتابعونا. اليوم باش نقدموا لكم لكاوازاكي زد 1000 ار 2018. الموديل هذا خرج اخر 2017 باش يحسن في الموديل اللي خرج عام 2014. لا زد 1000 ار ديريكتومون ريكونيسابل بار سي كولوري تري اكسكلوزيف نوار اي جون. لا زد 1000 ار اي ايكيبي دو ديفيرس كومبوزون دوت كاليتي، كيما نلقاو ديسك دو فران فلوتون بريمبو 310 ملم افيك دي فونت لاتيرال بور ان ديستريبيسيون دو شالور اوبتيمال. Des étriers de frein Brembo M50 avec des câbles en acier inoxydable, comme on le voit le Kawasaki H2R. Amortisseur arrière Ohlins avec une tension de suspension réglable et un logo de Z sur la selle. Indicateur de vitesse. La position de conduite est impeccable. Les commodo sont pratiques. الموتور هذي الحاجة اللي ما لقيناهاش فيها هي les assistances électroniques كيما traction control et les modes. Les concurrents de la Z1000R, c'est la S1000R, la KTM 1290R et la Yamaha MT10. Le moteur il fait 4 cylindres en ligne, 4 soupapes par cylindre, 1043 cm3 et avec 142 chevaux. Cadre MTH en aluminium fait un réservoir de 17 litres, hauteur de selle 815 mm, poids en ordre de marche 221 kg, boîte de 6 rapports, suspension arrière Ohlins, freinage Brembo M50. هكا كمان لسي مع زد 1000 ار 2018. اليوم جربناها في الكيزات، الاكسيليراسيون كانت باهيه، الفريناج بريسك بارفي، مادام بدلوا لي زيتريي بريمبو، السسبنسيون زاد كيف كيف اولينس طايره على الاخر. دونك هكا اليوم ما نجمو نقولوا كان موتور تخي بيرفورمانت ومنصوح بها. ترجو معنا الحلقه القادمه، باي باي.